بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. في لقاء اليوم سنرى معا إن شاء الله كيفية فحص واختبار المكثفات غير المستقطبة والتي نجدها في بعض الأجهزة الكهربائية، وخاصة أن هذه المكثفات مع الوقت تنخفض سعتها مما يؤثر على تشغيل الجهاز، وقد يتوقف الجهاز كليا إذا كان الانخفاض في قيمة هذه السعة كبير، مما يجعل مزدوجة المحرك تنخفض هي الأخرى فيتوقف الجهاز. إذن الانخفاض في سعة المكثفة يؤدي إلى انخفاض المزدوجة المحركة للمحرك فيتوقف الجهاز. ولتحسين المزدوجة المحركة للمحرك أو الكوبل موتور يجب تغيير هذه المكثفة التي انخفضت قيمتها بأخرى لها نفس القيمة والتي نجدها مكتوبة على الجسم، مع الأخذ بعين الاعتبار بالسماحية، فهذه المكثفة يمكن تعويضها بأخرى بقيمة تتراوح بين 9.5 ميكروفاراد و 10.5 ميكروفاراد. وللتأكد من أن سبب توقف المحرك ومعه الجهاز يعود إلى المكثفة، وجب اختبار هذه المكثفة بإحدى الطريقتين المباشرة أو غير المباشرة. والطريقة المباشرة تتمثل في قياس سعة المكثفة باستعمال جهاز متعدد القياسات، أما الطريقة غير المباشرة فتكون حسابية. وقبل القيام بأي قياس أو اختبار يجب التأكد من أن المكثفة غير مشحونة، وهذا بتفريغها في مقاومة كاستعمال مصباح مثلا، هذا إذا كانت الشحنة كبيرة لتفادي إتلاف طرفيها، أما إذا كانت الشحنة صغيرة فيكفي تقصير طرفيها باستعمال سلك. وجهد شحن المكثفة كما نرى يتجاوز 250 فولت. ولتفريغ هذه الشحنة يمكن استعمال المصباح، ويكون التفريغ سريع إذا استعملنا سلك، وتزداد مدة التفريغ كلما كانت قيمة المقاومة كبيرة. إذن عندما نفرغ المكثفة في مقاومة فلا تتكون أي شرارة كهربائية. نقيس الجهد من جديد فنلاحظ أن الجهد أصبح يساوي الصفر، نعيد شحن المكثفة من جديد. وهذه المرة نفرغها بتقصير الطرفين. إذن باستعمال الطريقة المباشرة نضبط جهاز متعدد القياسات على الوضعية المناسبة بوضع السلك الأسود في المربط كوم، والسلك الأحمر في هذا المربط الثاني لقياس القيمة المجهولة للمكثفة بين المربطين أو استعمال هذين المربطين، ثم وضع المبدلة على وضعية الميكروفاراد. فلهذه المكثفة مثلا القيمة المكتوبة على جسمها هي 1 ميكروفاراد بسماحية تقدر بزائد أو ناقص 3%، والمقاومة المستعملة في التفريغ تقدر بعشرة ميجا أوم. ولقياس هذه القيمة نضبط المعدلة على 2 ميكروفاراد، لأن 2 ميكروفاراد هي القيمة الأقرب من 1 ميكروفاراد، والقراءة هي 1.011 ميكروفاراد. إذن القيمة المكتوبة على جسم المكثفة هي 1 ميكروفاراد، القيمة المقاسة بالطريقة المباشرة هي 1.011 ميكروفاراد.
أما هذه المكثفة الثانية فقيمتها النظرية هي 18 ميكروفاراد، والعيار الذي نختاره في هذه الحالة هو 20 ميكروفاراد، والقيمة المقاسة هي 8.45 ميكروفاراد. أما قيمة هذه المقاومة هي 10 ميكروفاراد، والقيمة المقاسة هي 8.92 ميكروفاراد. ولهذه المكثفة الأخيرة القيمة النظرية هي 5 ميكروفاراد، والقيمة الفعلية بالقياس هي 4.84 ميكروفاراد. أما في الطريقة غير المباشرة ومن قانون أوم في التيار المتناوب الخاص بالمكثفة، فإن U يساوي XC في E مع U بالفولت XC المعوقة السعاوية بالأوم، وهي تماثل المقاومة في التيار المستمر، و اي شد التيار بالامبير مع اكس سي يساوي 1 على سي اوميغا، سي سعه المكثفه بالفراد، واوميغا النبض او السرعه الزاويه بالراديان على السكوند، ويتوقف على تردد جهد الشبكه ويساوي 2 بي في اف مع بي تساوي 3.14، و اف تردد الشبكة 50 هرتز. ومن هنا فإن U يساوي 1 على سي في 2 بي اف، ولأن بي تساوي 3.14 و اف تساوي 50 هرتز، فإن هذه القيمة تكون ثابتة وتساوي 314، لأن 2 في 50 تساوي 100، و 100 في 3.14 تساوي 314. ومن هنا فإن السي تساوي عفوا اي على اي في 314. وهنا يكفي ربط المكثفة بالشبكة مع قياس التيار والجهد لإيجاد سعة المكثفة. إذن في البداية نحاول قياس تردد الشبكة وكما نرى يساوي 50 هرتز، ثم نقيس جهد الشبكة والذي يساوي 230 فولت. إذن هذه القيمة هي الأخرى ثابتة وتساوي 230 فولت، والتيار لهذه المكثفة هو 71.8 ميلي أمبير. ولهذه المكثفة الثانية نغير العيار من الميلي أمبير إلى الأمبير، والتيار الذي نقيسه
هو 0.6 أمبير. ولهذه المكثفة الثالثة التيار هو 0.63 أمبير. ولهذه المكثفة الأخيرة نقيس 0.34 أمبير. والسائدة الحسابية تساوي اي على 230 في 314 وتساوي اي على 72220. وللقياس الاول سي تساوي 71.8 قسمة 72220 وتساوي 1230.994 ميكروفاراد. أما للقياس الثاني فيساوي 1 2 3 4 5 6 8.3 ميكروفاراد. وللقياس الثالث 1 2 3 4 5 6 8.72 ميكروفاراد. وللقياس الأخير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 4.7 ميكروفاراد. وبمقارنة القيم التي تحصلنا عليها بالطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة نلاحظ أن هذه القيم جد متقاربة، والاختلاف البسيط بينهما ناتج عن الخطأ في القياس.